لم يفزعه النحو أو الصرف، فعلى غير النحو خرج عبد الرحمن مصطفى من امتحان اللغة العربية يفكر كيف يجد وقتا لمتابعة دوري أبطال أوروبا. الثانوية العامة بتخلي الواحد متنشن في الأوقات دي، وبتخلي الواحد مش عارف يركز في حاجة غير المذاكرة، وبتضيع الواحد حاجات كتيرة وبيحبها وبيحب يتفرج عليها زي الكورة وزي اليورو اللي هي شغالة دلوقتي ابتدت امبارح. بس فالواحد بيحاول يوفق يعني بين المذاكرة وبين اليورو على قد ما يقدر ان هو يتفرج عليها دلوقتي، بيحاول يظبط الوقت ويعمل جداول وكده بحيث يوفق بين الاثنين وبحيث ما يضيعش المذاكرة وبرضه ما يفوتش الفرصة بتاعة اليورو يعني، وهي المنافسة السنة دي هتبقى جامدة يعني. هنا وبعيدا عن المذاكرة، يقضي طالب الثانوية العامة أوقات الترفيه لعلها تخفف من وطأة ساعات التوتر، عشان ما نزهقش من جو المذاكرة بس وبتاع، بنيجي كل شوية كده ناخد لنا ماتش بلاي ستيشن ولا حاجة بنفك يعني. ولعه بالكرة جعله ينسج جدولا من طراز فريد، فاليوم امتحان وغدا مباراة.